نلتقي اليوم في هذا الجمع الكريم للإشراف على مراسم الإمضاء للاتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية الريفية وشركة بلدنا القطرية لتجسيد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الفلاحي بالجزائر، والمتعلق بإنشاء مستثمرة فلاحية مدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب المجفف بجنوبنا الكبير. جاء هذا المشروع الذي يدخل في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي لتفعيل علاقات الشراكة المتميزة التي تربط الجزائر ودولة قطر الشقيقة. يعتبر مشروع الشراكة مع بلدنا نموذج حقيقي لتجسيد سياسة استثمارية معتمدة من طرف الجزائر في مجال الفلاحي، حيث استفاد من مختلف التحفيزات الممنوحة في هذا المجال، سواء من جانب العقار والمرافقة والتمويل، ناهيك عن المزايا الأخرى التي يوفرها قانون 18-22 المتعلق بالاستثمار لسنة 2022 الذي يحدد حق المستثمرين والتزاماتهم. والأنظمة التحفيزية المطابقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج سلع وخدمات منجزة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو معنويين جزائريين أو أجانب مقيمين كانوا أو غير مقيمين. يدخل مشروع بلدنا لإنتاج مسحوق الحليب في إطار استراتيجية الدولة لإنتاج أحد أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي تكلف خزينة الدولة أموال معتبرة بالعملة الصعبة. لذلك فإن تجسيد هذا المشروع الذي تتجاوز قيمته 3.5 مليار دولار سيمكننا من توفير 50% من احتياجاتنا الوطنية من مسحوق الحليب محلي الإنتاج، إضافة إلى دوره في تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء وخلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطاع الوطني من الأبقار. سيتربع هذا المشروع المهيكل الذي سينجز بشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية متمثلة في الصندوق الوطني للاستثمار على مساحة إجمالية قدرها 117,000 هكتار مكونة من 3 أقطاب في الجنوب الجزائري وبالأخص بولاية أدرار. كل قطب يحتوي على مزرعة إنتاج الحبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع الإنتاج مسحوق الحليب حيث ستبدأ المراحل الأولى للإنتاج أفاق 2026. وفي الختام أطلب من جميع الشركاء الحرص على تجسيد هذا المشروع الهام لكلا الطرفين في أجل محدد، خاصة وأن الجزائر والقطر مقبلان هذه السنة على احتفال بخمسينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.